مسابقة الحساب الذهني والتي جرت أونلاين عبر شركة تايوانية خلال شهر حزيران الجاري، حققت سورية فيها المركز الثاني عالميا. كان كتير دور وإنجاز لسوريا أنه وصلنا لهذا المستوى. أطفال سوريا جدا عباقرة وجدا عبحاولوا جهدهم، دربنا كتير بصراحة، تعبنا ووصلنا لمرحلة كتير رائعة من ناحية الحسابات، وبنفس الوقت توترنا خفنا بنهار المسابقة وقبل وهيك، لكن حاولنا نهدي نفوسنا. شارك في التصفيات العالمية فريق مؤلف من 4 أطفال من محافظة حلب، بعد أن تم تحضيرهم وتدريبهم على تقنية المعداد اليدوي أباكوس، ثم الانتقال إلى مرحلة الحساب الذهني. كتير حبيت المشاركة بالحساب الذهني ونزلت المركز الثاني عالميا وطلعت الأولى على سوريا. وحساب ذهني فادني كتير شغلات، مثل انه قوالي الذاكرة وخلاني انه سهولة بحفظ موادي. نحن قادرين نقدم ونبدع لنرفع اسم سوريا بالعالي. عمري 7 سنين، نجحت على الصف الثالث، والحساب الذهني فادني مشان انه اصير اذكى، والرياضيات كانت سهلة. على الرغم من الظروف الصعبة قدرنا نقدم وحققنا المركز الثاني. كتير فادني الحساب الذهني بالمدرسة، وتقدمنا الامتحانات صرت أعرف أحل بسرعة مادة الرياضيات لأنه هو سهل عليها الأمور. وقام محافظ حلب حسين دياب بتكريم الفريق الذي قدم عبر ذكائه رسالة قوة وإرادة عبر الوصول إلى هذا المركز في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سوريا، مؤكداً بأن أهمية الحساب الذهني تندرج في تحسين مهارات الطفل الفكرية واكتساب الخبرات العلمية. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.